إدريس كروان أستاذ العلوم الفيزيائية، حصة اليوم القدرة الكهربائية. بداية لا بأس أن نذكر ببعض المكتسبات القبلية. من يذكرنا بنص قانون أوم؟ قانون أوم يقول أن التوتر المطبق بين مربطي موصل أومي ذو مقاومة R يتناسب مع شدة التيار المري فيه. ما هي العلاقة التي نعبر بها عن قانون أوم؟ نعبر عن قانون أوم بالعلاقة U تساوي R في E. رأيتم كذلك القدرة الكهربائية. من يعطينا تعريفا للقدرة الكهربائية؟ القدرة الكهربائية هي مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق جهاز كهربائي في الأداء. ماذا نعني بالأداء؟ مثال في التسخين والإضاءة. إذن من أجل الوقوف أكثر على كيفية تطبيق علاقات القدرة الكهربائية، سوف نمر إلى النشاط التالي. عندما قامت أم أحمد بتشغيل فرن كهربائي في آن واحد مع مدفأة كهربائية، فوجئت من قطاع تلقائي للتيار الكهربائي على مجموعة التركيب المنزلي من طرف الفاصل، فطلبت من أحمد إعطاء تفسير لذلك. ساعد أحمد على تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي. المعطيات: الفاصل الكهربائي مضبوط على U تساوي 220 فولت، U تساوي 15 أمبير، في ماكس تساوي 3300 واط. الفرن الكهربائي UR تساوي 220 فولت، R تساوي 50 أوم. المدفأة الكهربائية 220 فولت، 2.6 كيلو واط. لتفسير سبب انقطاع التيار الكهربائي يجب أولاً أن نحسب القدرة الكهربائية الإجمالية للفرن الكهربائي والمدفأة. نحسب أولاً القدرة الكهربائية للمستهلكة للفرن الكهربائي حسب العلاقة P تساوي UR في E. لدينا المعطيات U تساوي 220 فولت و E تساوي 15 أمبير. P تساوي 220 فولت في 15 أمبير. P تساوي. لنحسب القدرة الإجمالية للفرن الكهربائي والمدفأة الكهربائية P total. P total تساوي P1 زائد P2، يعني سنحول من الكيلوات إلى الوات. 3300 وات تساوي زائد 2600 وات. P total 5900. بما أن P total أكبر من P max القدرة القصوية، فإن الفاصل سيقطع التيار الكهربائي. إذن كما كتلاحظوا عطاتنا تفسير لسبب انقطاع التيار الكهربائي. هل الكل متفق معها؟ أنا لا أتفق معها، توصلت لنتيجة مخالفة بالنسبة للقدرة الإجمالية. نعم، يجب علينا أولاً حساب القدرة الإجمالية المستهلكة من طرف الفرن الكهربائي والمدفأة، يعني P total تساوي P1 القدرة المستهلكة من طرف الفرن زائد P2 القدرة المستهلكة من طرف المدفأة. القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف الفرن هي P1
تساوي UR في IR. يجب أولا حساب شدة تيار الكهرباء EE. حسب قانون أوم لدينا UR تساوي R في IR. إذن IR تساوي UR على R تساوي 220 فولت على 50 أوم. يعني P1 تساوي UR 220 فولت في IR 4.4 أمبير تساوي. إذن القدرة الإجمالية للفرن والمدفأة هي P total تساوي قدرة الفرن P1 968 واط زائد القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المدفأة وهي 2600 واط بي توتال ولدينا بي ماكسيمال تساوي 3300 واط. إذن بي توتال أكبر من بي ماكسيمال وبالتالي فإن الفاصل سيقطع التيار الكهربائي تلقائيا. حنوني أو رحموي توصل إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سببه هو أن القدرة الإجمالية أكبر من القدرة القصوية، لكن هناك اختلاف من حيث القدرة ديال المستهلكة من طرف الفرن الكهربائي. في رأيكم سبب الخطأ راجع إلى ماذا؟ عدم استغلال المعطيات بشكل جيد. الجواب الصحيح هو الجواب الرحماوي. رحماوي ممكن توضح لنا؟ بالنسبة للفرن الكهربائي نتوفر على توتره وهو 220 فولت، أما قيمة شدة تيار E تساوي 15 أمبير فهي تمثل شدة تيار الرئيسي. بالنسبة للفرن الكهربائي يجب أن نحسب شدة تيار المار فيه انطلاقا من قانون أوم. إذا كخلاصة من هذه الفقرة، نعم رشيدي عيد قراءة حصيلة. تساوي القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي جداء التوتر بين مربطيه وشدة تيار الكهربائي المار فيه، يعني P تساوي E في E. بالنسبة للموصل الأومي E تساوي R في E، يعني أن P تساوي R في E في E تساوي R في E يوس 2. إذن بعد ما انتهينا من نص النشاط نمر الآن إلى تمرين تطبيقي. حدد إجابة أو إجابات صحيحة بوضع إطار حول الإثبات المناسب. الوحدة الأساسية للقدرة الكهربائية هي الوات. نعبر عن القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي بالعلاقة P تساوي E في E. نستعمل أجزاء ومضاعفات الواط مثل كيلووات. سد الميلي واط هو من أجزاء الواط. نعم. اسم بقية الجدول خوي. القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف مصباح كهربائي يشغل تحت توتره الإسمي 12 فولت ويمر به تيار كهربائي شدته 250 ملي أمبير. إذن نطبق العلاقة P تساوي U في E. لدينا U تساوي 12 فولت و E تساوي 250 ملي أمبير. نحول ملي أمبير إلى الأمبير حيث 250 ملي أمبير تساوي 0.25 أمبير. إذن P تساوي 12 فولت في 0.25 أمبير. إذن P تساوي 3 فولت.
إذن 3 واط. ثانياً، شدة تيار المار داخل المصباح غدية بتوتر 12 فولت ويستهلك قدرة كهربائية قيمتها 40 واط. سنطبق العلاقة، نفس العلاقة وهي P تساوي U في E. E تساوي P على U. U تساوي 12 فولت و P تساوي 40 واط. إذن E تساوي P 40 واط على 12 فولت 3.33 أمبير. إذن 3.33 أمبير. نعبر عن القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي للتسخين بالعلاقة. لدينا P تساوي U في E، ولدينا كذلك العلاقة 2 قانون أوم U تساوي R في E. إذن نعوض U من العلاقة 2 في العلاقة 1. إذن P تساوي R في E في E. إذن P تساوي R في E أس 2. إذن نعبر عن القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي للتسخين بالعلاقة P تساوي R في E أس 2. بهذا نكون قد انهينا من التمرين التطبيقي، وسنمر إلى أنشطة تقويمية أخرى في المرحلة الموالية.